تعمل ايه؟ اهلا يا بابا، مساء الخير. بقول لك بتعمل ايه؟ بتشمس. نعم، هكون بعمل ايه؟ بذاكر طبعا. الساعة 2:30 بعد نص الليل. هنعمل ايه بقى؟ من طلب العلا سهر الليالي. طب ما تذاكر يا اخويا بالنهار، ارحمني شوية من عداد النور اللي بيفط ده. انا باجي من كلية تعبان، كلية الطب دي كلية مرهقة متعبة، باجي انام ساعتين بلاقي الدنيا ليلة. وكان لازمته ايه تدخل الكلية المهببة دي؟ ما دخلتش ليه كلية قريبة من بتوع الأربع سنين واقلب؟ يا بابا الأبهات بيتمنوا إن ولادهم يخشوا كلية الطب، إن شاء الله تنفع لهم عين، وأنت زعلان. تكونش كان نفسك تخش كلية الطب وما عرفتش، عشان كده بتغير مني؟ اخرس! أنا كان لازم أشغلك بالثانوية العامة ولا جامعة ولا يحزنون. أنت أحسن من مين يا أخويا؟ مش أحسن من حد، اتفضل بقى بالسلامة وروح نام. مش نايم، مش نايم. حاجة عجيبة جدا، هو إحنا مولودين فوق راس بعض؟ اخرس يا ولد. ماشي، حاضر. بس أنا عايز أذاكر دلوقتي، ولا أقول لك؟ حتى العلم خليها ريحة الأوضة زي النيلة. انا ماشي. رايح فين داهية؟ راح اذاكر عند واحد صاحب. رايح تصبح الشوارع؟ طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، غرفة 60 داهية. اتخمدوا، جاتكوا البلاوي. خميس! 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 اهلا ابو كمال. مساء الخير. مساء الفل. زق الباب برجلك واطلع. الباب مفتوح، السلم هو اللي ضلمه. هنورك والناس تستلم. اطلع بس. اهلا كمان. ايه ده؟ انت عندك ظروف ولا ايه؟ لا لا لا، ده مش غرب، تعال. اتفضل. اهلا وسهلا. توصل دنداني، مدير عام التسليك، سباك قد الدنيا. شد. لا ما لا مؤاخذة، ماليش في الحاجات ده. بالك، ده انت هتبقى في ملك غير الملك. بتاع ملك غير الملك ده عزوز. زميلي في كليه الحقوق من السنبلوين. اهلا وسهلا. ولد طالب مجتهد جدا، بقاله 3 سنين في سنه تانية. كويس. وده هاني بيه، مفيش على الحجر غيره، ابوه من كبار رجال الموظفين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وسهلا. ما عرفتكمش على كمال. كمال طالب نجيب في كليه الطب، بس ده بقى حبيبي وزميلي، واحنا عيال صغيره كنا اخوات في الرضاعه. لا في اللفه، اصل امي وامه عشان يوفروا اشتروا 3 لفه في شركه. امال مين اللي ايه؟ ده لكت عملك الجوزة. مين؟ لكت عملك الجوزة، ما نعرفوش، جينا لقيناه هنا. اهلا وسهلا. اهلا بابا. نعم؟ اهلا بابا. بقول لك ايه يا خميس؟ ايوه كمان. انا كنت عايز اقعد اذاكر. ما احنا بنذاكر اهو. لا انا عايز اذاكر بجد وجد يعني. المذاكرة اياها. طيب انا هوضب لك قاعدة على السطوح دي جنبي، اقعد انت معاه. خلي بالك منه يا اخي. مساء الدندشة. لا لا مؤاخذة، ما قلت لك هندسة انا ما بعرفش فيه يعني. بكيفك. خد يا عزوز، شد وبرق لي. يا حلو انت يا حلو. مساء الخير. مساء الفل. تعالى كمان. تعالى، جهزت لك القعده اهي. اعمل لك شاي ولا اي حاجه؟ متشكر خميس. طب مع اذنك انا بقى داخل اذاكر جوه. يا اكتع. يلا يا اولاد، يلا يلا. اتفضل يا سيدي، كل السندوتش بتاعك. اتفضل انزل. يلا يلا. حاضر يا بابا. وانت يا احلام، بنت يا احلام، انت بتعملي ايه هنا؟ بسرح شعري يا بابا. سرحي شعرك؟ ده ايه ده؟ تعالي ايه؟ يلا يا اختي، يلا يلا، جرس هيضرب. انت دلوقتي بتتفرج على ايه؟ وانت فرجه يا بابا. اخرس يا كلب، امشي، اغسل وشك. امشي امشي. عايزه 30 قرش. 30 قرش في عينك ليه؟ عشان نزوق الفصل، عشان قبل المفتشه جايه النهارده، والقبله قالت ما يصحش تشوف الفصل مش متزوق. وانا مالي؟ ما يزوقوها على حسابه، ما يزوقوها على حساب انا ليه؟ انا مالي؟ يبقى يا بابا امشي مشاش في ركبك. صباح الخير يا سعد. ايه ده؟ ايش هنا؟ لسه هنا. ده الساعه بقت كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 8:30 اهي. 8:30 راحت من المحاضره الاولى. مش كنت تصحيني؟ اصحيك ايه؟ انا فضيلك ولا فضيل اخواتك الدعاليه؟ يبقى صحي روحك. يلا يا بنت يا احلام، يلا. بابا ما كنت عايز اقول لك. ما تقولش، ما تقلبش مخي، انا مش فاضيلك، عايز الحق شغلي. سي كمال، صباح الخير. صباح الخير انهار. لما يجي بتاع اللبن ابقى اجيب لكم لبن. ايه ده، كتر خير. هو انت كنت فين بالليل؟ نعم. اصل شايفك وانت خارج وارجع وش الفجر. في حاجه معينه يعني؟ لا ابدا، بس بطمن عليك. لا انا اصل كنت بذاكر عند واحد صاحبي، انا اسف اتاخرت على الكليه. مع السلامه سي كمال.
كمال كمال. اهلا الخميس، ايه اللي جابك كليتنا؟ خير؟ خير، واللي يعرفك يعرف الخير. ما نمتش لحظه واحده من امبارح. حصل ايه؟ سايب عندي شنطه افتحها الاقي فيها راجل ببيع لي جزء من الجثه اللي احنا بنذاكر عليها. ما تخافش، الراجل مات وشبع موت. ما هو عشان مات وشبع موت لازم اترعب. افرض حد شم الريحه ولا ظبط الجثه، اقول انا ايه؟ اخد انا اعدام؟ وانت بتهمك حاجه يا راجل؟ ما انت قلبها بوظه. ده عمال تعملها دي خميس. صباح الخير يا كمال. اهلا يا نوره. صباح الخير. ليه ما دخلتش النهارده؟ ما انا كنت لسه داخل. خميس صاحبي طالب في حقوق. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ الالماظ اللي في ايديك ده حر ولا فالصو؟ حر. وبعدين معاك خميس. يعني انت لافه حوالين صوابعك. شقه اسكان فوق المتوسط. بقول ايه؟ ما يلا نلحق المحاضره. مش هتاخرنا. مستنيك تذاكر معاه بالليل. لا ما تستنينيش، مش جاي. من حقك يا عم. يمكن كمان عاملين لك دوشه. بقول لك ايه يا بابا؟ نعم. انا بكره عندي امتحان عملي وهكشف على العيانين في المستشفى. طيب يا سيدي عال. ايوه بس ما انا كنت بقول لك عشان خاطر عايز الرسوم. رسوم ايه تاني؟ احنا مش دفعنا المصاريف؟ ايوه بس اصل العيانين ما بيردوش يقولوا لنا على حالتهم الا ما ياخدوا فلوس. يعني ايه مطلوب مني ايه؟ اصرف عليك وعلى اخواتك وعلى العيانين في المستشفى؟ جاك اول ما يويل. كتب ومصاريف وجثث وجزم وشرابات ومكواجي وحلاق وملابس وهدوم. ايه يا ابني؟ ايه انا بحر؟ انا موظف صغير قد كده اهو، موظف غلبان. اجري يا ابني انجرب من قدام. وانا كل ما اطلب منك حاجه سمعني الموشح ده. موشح يا قليل ادب؟ قصدي الطقطوقه دي كده. مرنش من قدام. اياك تطلب مني طلب بعد كده. انت اصلك مش دريان، ما انتش حاسس بالهم اللي انا فيه. طب اعمل ايه انا بس؟ اعمل ايه؟ اهلا كمان. ازاي؟ ازاي انت؟ ازاي صحتك؟ انت عندك حد؟ القعدة منصوبة، تعال. لا معلش، مش عيب يا خميس تبقى طالب محترم في كلية الحقوق وتقعد مع عالم زي دول. العالم اللي زي دول، دول نجوم المجتمع الجديد. تعال تعال. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز 5 جنيه سلف. 5 جنيه؟ ايوه. وانت تعرف برضو ان انا ينكسر معايا 5 جنيه؟ طب وبعدين؟ بس انا كنت عايزهم ضروري. بقى يا راجل تبقى زميلتك بنت زي اللي شفتها معاك وتدور تستلف؟ ده انت تقدر تقلشها وتعيش مالك. قلشها؟ قلشها ده ايه؟ ولا نشال ولا طالب في الجامعه. يا ابني هتقلشها باسم الحب. البت ما نزلتش عينها من عليك طول ما احنا واقفين. اسمع، غني عليها وخد القرشينات. احتفظ بافكارك الهباب دي لروحك. اسمع خميس، انا راجل بينتظرني المستقبل باسم مش صايع. طب ما خدتش ليه من انهار بنت خالتي؟ ما هي ساكنه تحتكم ومقريشه. هو انت كل تفكيرك في اخذ الفلوس من الحريم؟ انا ماشي. تعال 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 ما تزعلش. تعال تعال انا هجيب لك 5 جنيه. طب مش عايز احراج؟ مفيش احراج. انا عمري ما شفت واحد بيستلف من غير احراج. خش يا بتاع مستقبل باسم. صلي على النبي يا حبيبي. تعال تعال يا مستقبل. مساء الخير. مساء الفل. هات 5 جنيه يا دندن. سلف ولا جدعان؟ ما تجيب بقى يا اخي. حاضر. خد ابو كمال.